بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر أسئلة قاعد تجيني منكم هاليومين مو عن التغذية، متى تفتح اللايف بالإنستغرام؟ من كثر هالسؤال راح أفتح مني لين أفتح اللايف، ما أدري إذا اليوم أو باكر، بس إن شاء الله هاليومين إذا الله كتب لنا عمر. فمني لي حزتها أرد على أسئلة. بس تخيلوا يا جماعة، أكثر متابعين كاسترين خاطري اللي متابعيني من أول يوم بالإنستغرام وليه اليوم مو متابعيني بالسناب شات، تخيلوا بس تخيلوا. أول سؤال فتحته يقول ولدي ما يحب الفواكه نهائيا ما يحب الفواكه، فشنو الطريقة اللي ممكن خليه يحب الفواكه؟ سؤال جميل، سؤال حلو. خليني أقول لك طريقة تبعتها مع أحد مراجعيني في العيادة في هذا الخصوص اللي ممكن تطلعين منها بعضة وعبرة. أحد مراجعيني نفس الطريقة، ولده ما يحب الفواكه نهائيا، قلت له يحب الكاكاو، قال لي إيه، قلت له حط له نوتيلا مع الفواكه. الناس اللي يدد اللي توهم يتابعوني ويسمعوني أقول لهم عطوا عيالكم نوتيلا وهم يعتقدون أن نوتيلا مسرطن، عادي تحوشهم جلطة عقب هالبوستات عادي. شوف يا جماعة، قبل لا نكمل الخطة ما في مانع أن نعطي المتابعين الجدد نبذة عن الأكاونت وأسلوب إدارة هذا الأكاونت. أبيكم تعرفون أن أي شخص يدش هذا الأكاونت، أكاونتي الشخصي، فأنت داش منهج جديد، منهج أنا مسميه أو سميته توي منهج الحداد. في منهج الحداد عندنا عدة شروط وقوانين قد لا تجدها في أي أكاونت ثاني، راح أقول لكم جزء منها. في منهج الحداد لك حرية الاختلاف معاي في أي شيء أنا أقوله بشرط أنك تعرض دليلك العلمي، أما أنك تختلف معاي بدون دليل علمي راح تنصك بلوك. هذا ليش إذا اختلفت معاي بدون دليل علمي تنصك بلوك؟ لأني أنا أتعب وايد عشان أطلع لك معلومة صحيحة، فمالي خلق يطلع لي واحد يتفلسف، كلش ما عندي وقت. الشيء الثاني في منهج الحداد ان كل شيء انا عرضه يعبر عن ارائي واقتراحاتي وافكاري، اللي يفيدك منها اخذه واللي ما يفيدك خليه يولي. مو شرط لما اقول شيء يفيدكم كلكم او الكل يقدر يستفيد منه، بس الاكيد ان البعض يقدر يستفيد منه وايد، وهذا الهدف من الاكاونت. رقم ثلاثة، لما اقول معلومة او اقول رأي باي دراسة علمية اذا ما طلبت رأيك لا تبدي، شكرا جزيلا. رقم أربعة، لازم تعرف هالمعلومة مثل ما تعرف اسمك. كل الكلام اللي أقوله مو هدفي أقنع ولا شخص، ما بي أحد يقتنع بكلامي، أنا فقط أعرض أفكاري. في هذا الأكاونت أنا أعرض أفكاري واقتراحاتي وأعرض آرائي، مو هدفي أني أقنع ولا واحد فيكم. اللي بيقتنع حيا الله، ما تبي تقتنع مش آخر هم عندي بالدنيا أن اللي تابعني يقتنع أو ما يقتنع بأفكاري. هذه أفكاري وأنا قاعد أعرضها، حتى لو مو مقتنع بولا شيء، أصلاً إذا مو مقتنع بولا شيء ليش متابعني؟ ليش متابعني؟ المهم اللي أبي أوصله إن مو هدفي بالأكاونت إني أقنع أحد بأي شيء، هدفي إني أعرض أفكاري فقط، ماكو شيء ثاني، بس أعرض لكم أفكاري. بعد هذه المقدمة نرجع إلى أخونا اللي ولده ما يحب الفواكه وبيحبب ولده بالفواكه ومو عارف شلون بالسنابات. يعني رقم واحد، إذا أنت مقتنع إن النوتيلا مسرطن فكلامي كله ما راح يفيدك، لأن قناعاتي خير عن قناعاتك، وهذا شيء من حقك تقتنع باللي تبي، بس كلام ما راح. اللي انا اعطي مراجعيني اني اعطيهم مع الفواكه مثلا فراوله، شويه نوتيلا مع الفراوله، فحتى لو ما يحب بعدين الفراوله بس بالنتيجه دخلت الفراوله جسمه. فالفكره اللي ابيها توصل لكم ان انا هدفي ان الفراوله هذه تدخل جسم الطفل باي طريقه، بس ابي الفراوله هذه او العشر حبات فراوله يدخلون جسمه. شلون؟ الطريقه اللي قلت لكم عنها، ان نحط شويه نوتيلا على الفراوله، شويه مو كيلو مو 6 كيلو، شويه فوق الفراوله، وبعدين طعم الكاكاو مع الفراولة عند الأطفال يضيع طعم الفراولة أو أي حتى فاكهة ثانية فيتقبلها. فاللي أبي أوصل لنا، أول الفراولة ما دخلت جسمه، الحين دخلناها بطريقة النوتيلا، يعني عن طريق النوتيلا دخلنا بدال الفراولة يمكن 10. جماعة قاعد توصلني وايد أسئلة مكررة، الأسئلة المكررة ما راح أجاوب عنها لأن بس الناس حفظت الجواب أصلا، بس إذا تبي تعرف جواب على سؤالك المكرر موجود في قناتي باليوتيوب. أخت تسأل أنا ما أكل بيض، فشنو أقدر أكل بدلا عنه أو عوضا عنه؟ أي مصدر بروتين، دياي، لحم، سمك، أو البروتين شيكس، أي مصدر بروتين. أخت تسأل أنا لما أروح النادي يوعانة، فبالتالي لما أدي بالتمارين الأداء يكون نوعا ما لك عليه. طبعا لأن الغلط الأساسي مو المفروض. أجمع أخذوها قاعدة، أي شخص يروح النادي يوعان فهذا بداية غلط حق مجموعة أخطاء راح تيجي بالمستقبل، ومنها أنه بعد ما يطلع من النادي بيعفس الدنيا.
فمو المفروض تروح النادي وعن حتى الناس يقولون روحوا لعبوا على معدة فاضية صباحا، المفروض لما يقوم من النوم يكون مو يوعان، فيروح ناديه مو يوعان. شخص يسأل هل صحيح وجبة الريوغا وجبة الإفطار وجبة غير أساسية وعادي نطوفها، ولا تعتبر وجبة رئيسية وأساسية لنزول الوزن؟ أنا تكلمت من قبل عن هالموضوع وذكرت بأن في شيء اسمه قاعدة وفي شيء اسمه استثناء للقاعدة، وراح أقول لكم بالسنابات الجاية شنو يعني القاعدة واستثناء. القاعدة أن نعم، القاعدة أن يفترض أنك تتريق، المفروض أنك تتريق الصبح، ولكن في استثناء يقول مو لازم تتريق الصبح. متى هي الاستثناء؟ استثناء القاعدة اللي يخليك ما تتريق إيه متى؟ رقم واحد لما تكون منغث من العشاء فتقوم الصبح مو يوعان، هني ما تتريق، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت قمت وأنت مو منغث من العشاء، ولكن لما يجي وقت الريوق أنت أساسا مو يوعان، فما له داعي تقصب نفسك على الأكل، هني استثناء رقم واحد. استثناء رقم ثلاثة، أنت قمت من النوم متأخر في وقت قريب يوم وقت الغداء فتقدر تكنسل ريوق على أساس أنك تتغدى مبكر. استثناء اللي بعده، أنت قمت مبكر وقت غداك متأخر ولكنك تبي تدمج سعرات ريوقك بسعرات غداك وقت الغداء، ممكن. جماعة قاعدة تجيني وايد أعراض قولون علاجها مو بالتغذية يا جماعة، في أعراض أمراض قولون لازم تدخل دكتور مختص في الموضوع. مو مشكلة يا جماعة، من زمان واصل مكالمة بروح له بس قاعد أدور لأني قاعد أسولف معاكم، فعموما بس لازم أنزل الحين. بقول لكم بس معلومة أخيرة قبل أن اللي يتذكر يا جماعة، أنا قايل لكم أني أنا موقف الظهور الإعلامي صار لي فترة، يعني مو قاعد أطلع بإذاعة ولا تلفزيون، وأي دعوة تجيني قاعد أردها، ولكن يعني تخيلوا قبل لا التلفزيون والإذاعة يطرحون علي الموضوع أو شبهت كلام، أقول له تلفزيون إذاعة أي ظهور إعلامي لا، ولكن شنو الشيء الجديد؟ دق علي اليوم صديقي وعزيزي واحد، يعني طبعا ما راح اقدر اقول له لا، ما اقدر اقول له لا، هالانسان يعني يشرفني اني اكون معه، هو الدكتور احمد عبد الملك، صار عنده برنامج يا جماعه وراح اكون ضيفه في مجموعه حلقات، وعسى ما تعجبكم مني. البرنامج اللي راح اطلع فيه يا جماعه مع الدكتور احمد عبد الملك مو برنامج تلفزيوني، برنامج اذاعي وفي مجموعه حلقات، يعني مو راح اطلع لكم بحلقه، حلقات كلب. من أقول برنامج دكتور أحمد عبد الملك معناته هو اللي راح يستضيفني، يعني مو أنا معاه بالبرنامج لا، هو الدكتور راح يستضيفني ويطرح عليه الأسئلة، وإن شاء الله تعجبكم مقابلة. اللي ما يعرف دكتور أحمد عبد الملك يكفي إنك تعرف إن هذا الدكتور قال أي كلام، بالنسبة لي أنا أخذ المعلومة منه بدون لا أراجع وراه ولا شيء بعده. لهالدرجة الدكتور أحمد عبد الملك بالنسبة لي موثوق لهالدرجة، ولو بنعد الدكاترة اللي مثله بالنسبة لي ينعدون على أصابع الإيد الواحدة. فخلاصة كلام اني راح اطلع في برنامج اذاعي قريبا، بس هذا مو معناته اني برجع اذاعي وتلفزيون، بس بطلع بهالبرنامج بعدين برجع البيات الشتوي. اللي يسألون عن دورة عمان يا جماعة تأجلت الى شهر 5 ان شاء الله، فراح يكون في عمان تقريبا 17/5 اذا ماني غلطان. ويا جماعة الدورات التدريبية ارجوكم لا حد يقول لي ايش معنى عمان، ايش معنى قطر، ايش معنى الامارات، مو بكيف يا جماعة، انا تجيني دعوة اروح، مو انا احدد وين اروح. فموضوع الدورة يا جماعة أرجوكم، أنا كل اللي حاصل معاي إن توجه لي دعوة وقعدي، مو أنا قاعد أختار المكان، فلا حد يني لا تنسى أخوانك ما أدري وين، ولا تنسى أخوان، والله يهداكم يا جماعة لا تنسى أخوانك ما أدري وين، ولا تحسسوني رايح جهاد، مو بروح أعطي دورة وبرجع. وبخصوص كتابي يا جماعة تكفون لا تسألوني وين يتواجد مثلا بالبحرين أو بالسعودية أو بالإمارات، أنا دوري كان كتابة كتاب يتوزع مو عندي. يعني أنا ما أدري وين يتوفر كتابي بالسعودية، ما أدري وين يتوفر كتابي بالإمارات، ما أدري وين، هذا تسألون فيه الموزع اللي هو مكتبة ذات السلاسل، مو أنا، ما أدري. وفي بعض التعليقات قاعتيني مؤخرا يقولون سعر كتابك غالي، يعني أغلى من أفرج الكتب اللي بالسوق. الحل بسيط، لا تشتري. ويا جماعة أي شخص يحس الكتاب غالي لا يشتري، خلي الناس فعلا في غيره يبي وناطر الدور ومو راضي يوصل، أنا قاعد تشتري هني، خلي يوصل غيرك. استغرب من اشخاص يقول الكتاب غالي ويشتري نسخ وحق اهله ويوزع، زين انت تحسه غالي ليش تشتري؟ هل انا طقيتك عليه قلت لك اشتري؟ تحسه غالي لا تشتري. مع ان يا جماعه لازم تفهمون مو انا اللي مسعر الكتاب، ولا ان انا حاط التوزيع، ولا انا حاط وين يروح، انا دوري بالكتاب بس اني كتبته. متى توصل هالمعلومه؟ متى؟ صحيح قاعد توصلني نسب ارباح الكتاب، صحيح كلام صحيح، ولكن مو انا اللي مسعر، مو انا اللي اقول وين يروح وباي مكتبه يوزع وباي مكتبه
الحمد لله فضل ومنة من رب العالمين، كتابي ليه الوقت هذا ليه هاللحظة اللي أكلمكم متصدر كتب التغذية بالسوق كله، الحمد لله رب العالمين. بس مو هذا الشيء اللي أفتخر فيه بكتابي الحين، أكثر شيء أفتخر في كتابي إنه كان متصدر السوق من أول يوم نزل. هذه الشغلة اللي بصراحة أفتخر فيها وايد، يعني بكل صراحة سالفة إن كتابي قاعد ينحط مو مع أشهر كتب التغذية ومو مع أشهر الكتب العربية، مع أشهر الكتب العالمية، شيء أفتخر فيه. وحق اللي يعتقد ان كتابي غالي بالنسبه حق المعلومات اللي فيه، من الحين اقول لك لا تشتري كتابي الثاني لانه بالضبط نفس مستوى كتابي الاول، فدير بالك. فالحين قاعد اسهل عليكم الموضوع، كتابي الثاني يا جماعه بالمستوى بالضبط نفس مستوى كتابي الاول، فاللي يحس ان مستوى الاول مو شيء لا تشتري ثاني من الحين. انا اقول لك الكتاب الثاني ان شاء الله جاي بالطريق، ومن الحين اقول لكم بالضبط نفس مستوى الكتاب الاول ونفس طريقته، فاللي ما يعجب الاول لا تشتري الثاني ولا تفكر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان حاليا قاعد اسوي تمارين كارديو على الخفيف قبل لا نبدا الحديد، ف لايف انستغرام، طبعا هذه المره الاولى اللي راح اطلع فيها لايف بالانستغرام، فراح نخصصها حق اي شخص عنده سؤال او استفسار او اللي يبي يطرح موضوع. لابس شتوي حاليا وانا قاعد اسوي تمارين كارديو خفيفه بس تسخين قبل الحديد، لان اليوم برد 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 برد. عموما يا جماعة الحين لايف انستغرام، جهزوا اسئلتكم، اي استفسار او سؤال